تتسارع وتيرة التوقيفات طيلة الأيام الماضية، رجال أعمال لهم علاقة بأحزاب سياسية وقياديون حزبيون تم توقيفهم للتحقيق معهم فيما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، قضية لم يستثنى منها كل من حامت حوله الشبهات حتى فيما يتعلق بملف الاغتيالات السياسية. أعتقد أن إيقاف القاضي بشير العكرمي له علاقة بالإيقافات الأخيرة وله علاقة بالندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشاهدين بالعيد والبراهمي، وأيضا له علاقة خاصة بالملف الأهم وهو تطهير القضاء وإعادة فعاليته. وأثارت الحملة الأخيرة جدلا واسعا في تونس بين من يرى أنها تحقيقات لن توصل الجهات القضائية إلى نتيجة تذكر، وفئة أخرى ترى أنها خطوة في اتجاه المحاسبة الفعلية لأبرز الفاعلين في المشهد السياسي طيلة الأعوام الماضية. إن الإيقافات الأخيرة تؤشر على أن مسار المحاسبة بدأ بقوة كبيرة، وهو يعكس الضغط الشعبي والمدني وحتى السياسي على رئيس الجمهورية. ثم أن هنالك يبدو أن هنالك مستجدات تمت خلال الأيام الأخيرة عن محاولة تغيير نظام الحكم، وما تمت الإشارة إليه ولو باحتشام خلال الأخبار الشحيحة التي صدرت. ويرى مراقبون أن توقيت هذه التوقيفات كان مدروسا من قبل الجهات الأمنية والقضائية التونسية رغم طابعها المفاجئ، خاصة بعد انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية. وينتظر جزء واسع من الرأي العام التونسي مآلات هذه الإيقافات في صفوف فاعلين سياسيين ورجال أعمال في قضايا عديدة وشائكة وسط أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية تأخذ الحيز الأكبر من حيرة الشارع التونسي. سيف الدين العامري، سكاي نيوز عربية، تونس.